هاي الفترة اللي خرجت فيها وعدت فيها الميزانية أنا كانت فترة موجة غلاء كبيرة في بلدنا، وحقيقة اسمحوني أقول لكم على المواطن اللي يعاني كما قالها بعض النواب، واجب علينا نقولوها واجب عليكم توعاها وترتبوا عليها شيء. الناس ما هي قادة تصير، نحن للأسف دولة من أغنى الشواطئ، الحوت ما تلا قاد ينشر، السكر ما هو قاد ينشر، ومارو ما هو قاد ينشر، المواد الأساسية ما هي قادة تنشر. مع ذلك ميزانيتكم ما شفنا فيها إجراءات عملية تكبح هذه الموجة، ما شفنا مثلا إلغاء التعريفة الجمركية عن بعض المواد، والله تخفيف، ولا شفنا تخفيض سعر المحروقات، ولا شفنا توجيه مواد شو توجيه بنود من هذا الصرف شو دعم بعض السلع الأساسية. هذا خلينا نستوعب عن هذه فعلا الأولويات اللي ترسموا عليها الأمور شنو. أخيرا نقول عن مهما كبرت الميزانيات ومهما شفناها أرقام، إحنا هون في بداية هاي الإنابة جهاز البرلماني كسعة ميزانية 500 مليار زيادة، إحنا الحمد لله حالا في السنة ليصادق البرلمان على 850 مليار. هذا ما حدكم ما عدرتوا إجراءات حقيقية تعرفوا عن المخصصات اللي قاست الطرق أنها قاستها، وذيك اللي قاست الدعم المواطنين أنها قاستها، وذيك قاست أمور معينة خدمات الناس أنها قاستها وقاست أقواتها، تذرر في الصفقات.